صار ظرف الحارة أنا جيت من زياد والله ماني ما خربت المدة والله ظلمة تخرب وعطيت مبرراتي لأنه هو قائد وأنا قلت من أول راني معك يعني أنا هو اللي كنت فيه لذلك التعليمات هذا نحن نوضحها نقول أنا شو كلموا رزق نقول شو وضعك ورد عليك لكن أنا فضلت هذا الزمان لأنه قال والله ما عندي لكن تصريحه هو اللي خلانا تو مع الشيخ حامد تصريحه